تحياتي كابتن هيثم ولضيوفك ولكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي. بعد فوز اليوم النادي الأهلي على فريق طلائع الجيش 86-63، مليون مبروك لحضرتك ولضيوفك ولكل مشاهدينا. معي دكتور الفريق الدكتور أحمد عادل، بقول لك أهلا بك على شاشة قناة النادي الأهلي. تحياتي الكابتن هيثم السعيد ليك والكابتن سلعوة والكابتن طاهر رجب. وقبل ما يعني عندنا إصابات كتيرة جدا ومطلوب على وجه التحديد الدكتور، يعني عاوزين نطمئن على حالة مصابي النادي الأهلي. الأول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله على المكسب النهارده، وأحب أحيي كابتن هيثم وأساطير مصر والنادي الأهلي كابتن سلعاوي وكابتن طاهر رجب. إحنا إن شاء الله الفترة الجاية هنشوف الإصابات دي كلها إن شاء الله واحدة واحدة، يعني واحد واحد هيرجع. وكده كده اللي موجودين من الفريق الحمد لله بيسدوا، الحمد لله يعني إن شاء الله الفترة الجاية الدنيا هتتغير. الفريق يعني إن شاء الله ماتشين كده والفريق هيبقى كله كامل. احنا عندنا اربع اصابات لغايه دلوقتي، عندنا كابتن ايهاب، كابتن ايهاب امين عنده كان صباعه اتخلع من اسبوع فعنده جزع في الاربطه، ان شاء الله يبقى معانا في ماتش الجزيره. عندنا دلوقتي كابتن احمد حمدي وكابتن محمد مصطفى، الاثنين بيأهلوا دلوقتي. كان عنده محمد مصطفى كان عنده مزق في عضلات ظهره والحمد لله بدأ التأهيل، كابتن احمد حمدي عنده مزق في السمانه والحمد لله بدأ التأهيل، وان شاء الله برضو يعني في الفتره الجايه اسبوع 10 ايام بالكثير ويكونوا معانا. فان شاء الله يعني اسبوع 10 ايام والفريق كله هيبقى كامل ان شاء الله. في حد تاني مصاب؟ في حد ابراهيم الجمال؟ ابراهيم الجمال برضو بيبتدي ان شاء الله مع الفريق يوم الاربعاء، وان شاء الله يعني ماتش الجزيره ماتش الزمالك يكون موجود ان شاء الله. هو عنده التهاب في بطن رجله وقعد فتره علاج طبيعي وان شاء الله نشوفه الفتره الجايه. سلعوي يعني كان عنده مشكله في ركبته لان هو كان عنده قرحه قديمه، فيعني في الفتره الجايه وكان عنده شد في الاماميه، في الفتره الجايه ان شاء الله نشوفه. في حد مصاب تاني؟ ده لا كفايه وكده. ليه الاصابات كتير؟ يعني ممكن يكون حمل الماتشات والكلام ده. ضغط بنلعب ماتشين بنلعب ماتشين في الاسبوع، فضغط مباريات بقى لنا شهر ولسه قدامنا لغايه رمضان، فيعني واحده واحده ان شاء الله ان شاء الله احنا اللي بنحاول ان احنا نعمله عشان ده المفروض شغلنا ان احنا نتفادى الاصابات مش نعالج الاصابات. فاحنا ان شاء الله مع كابتن اشرف توفيق ان شاء الله نحاول ان ما يبقاش فيه اي حاجه ثانيه، عشان برضو اي حد بيقع من الفريق بيأثر في الفريق، مكانه بدل ما بيلعبوا ثلاثه بيلعبوا اثنين، فان شاء الله الفتره الجايه الدنيا تتحسن. لازم نشكرك على مجهودك اللي باين جدا مع الفريق، الاصابات كتيره وما شاء الله عليك طبعا بتعمل شغل كويس جدا وبرجع اللعيبه للكابتن اشرف توفيق، فما شاء الله عليك وبنشكرك جدا وربنا يوفقك الفتره الجايه. ربنا يخليك، انا اللي بشكركم وبشكر كابتن هيثم، ويعني مش عايز انسى الجهاز الطبي ان بشكر دكتور هيثم كابتن عيسى، الناس دي برده بتعمل شغل، يعني رجوع اي لعيب من اي اصابه بسرعه هو يعني شغل فريق عمل مش واحد بس اللي بيعمل كده. وبرده مع الكلام مع كابتن اشرف مين يريح مين يلعب، فان شاء الله الفتره الجايه الناس هتشوف الفريق كله. شكرا دكتور وبالتوفيق في اللي جاي باذن الله، يا رب ما يكونش فيه اصابات. لا لا ان شاء الله ان شاء الله ما فيش. شكرا دكتور. كابتن هيثم ده كان لقاءنا مع طبيب فريق النادي الاهلي، عوده ليك من جديد. شريف شعبان بشكرك شكرا جزيلا.